السلام عليكم، احنا بالمقر الطيب المراكشي بالحي محمدي. مساء مبروكة، مساء الخير عليكم السي طارق، ومعنا كذلك استاذ سمير. السي طيب يعطينا شي على 2017 الحوايج اللي دازوا فيها زوينين، وكذلك الحوايج اللي هما ما زوينينش. هذا الدوب الزوينين هي ان الفريق الوطني تاهل لروسيا كاس العالم، وعندك سيدي بارك الله فيك الوداد دات الكاس، تبارك الله شرفات المغرب، وعاد زيد سالا حتى هي دات الكاس كره السله، يعني شرفوا هذه البلاد السعيده. زيدوا الحاجه اللي ما عجبتكش في 2017 شنو كان منها؟ كان منها ترامب تكرفس على الفلسطينيين، كنشوفوا الحسيمات العام، كنشوفوا هاد الحسيمات هي ناضعه فوضى، حتى هي وكنشوفوا الوفيات اللي وقعوا في مدينه الصويره، ضحايا بزاف، حرق الطرقات، وكنشوفوا حتى منصور تقلب فيها واحد الكار اللي كانوا الضحايا ديالها. 25 الا بغيتي تنقز خطوطه وما فهمت والو، وباقي العطي يعطي في السلبيات ولا في الايجابيات؟ في كل شيء، في كل شيء. عندك عقل نعاودو سيرو بالحفاه هاد الخطره هادي. وشي حاجه اخرى عاوتاني باغي تحيد ولا شي حاجه باغي ت... السلبيات اكثر من الايجابيات، هادي من طبيعه الحال. 2017 مثلا بطبيعه الحال رخصه السياقه ولات 5500 درهم، باقا ما تفعلاش. باقا ديال الطوموبيل حيدو القدامي ديالو، شنو هما؟ لي بارسوك ديال الطوموبيلات غادي تحيد هذيك، شنو تحيد هذاك السياج ديال اللي كيكون في الطوموبيل، سي اي السياج ديالو غادي تحيد حتى هو. بزاف زوين، كاين ايجابيات وسلبيات. وقيلا كنظن كاين واحد ارتفاع في الثمن ديال التمبر، ديال التمبر ديال جواز السفر ولا ب 500 درهم رخصه السياحه. بس طيب غادي تولي بشي 3500 درهم، 3500 بحال هكا اللي كاينه حتى هي، كاين بزاف حوايج زوينين وحوايج خايبين. وكلمات وحق يتبعوا الاذان، هذا هادشي اللي كاين. السلبيات وكاين الايجابيات، ولكن السلبيات اكثر من الايجابيات. نتمنى 2018 تدخل عندنا بالصحه والسلامه والعافيه. شي حاجه شتيها زوينه في 2017؟ دازت عندك شي نهار زوين، شي حاجه تذكرتي بها؟ اما لا شتا صبات يعني بعد شويه الفلاحيه مساكن نشطوا شويه، ورجعت فيهم واحد طيبوبه، ونطلبوا الله تبارك وتعالى الله يعطينا الفرج. الله يرحمنا في هذا العام اللي فات، وحنا مقبلين على سنة 2018، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. كنتمنى سنة 2018 تكون سنة يعني فيها بزاف ديال الإيجابيات أكثر من السلبيات اللي كانت إن شاء الله يا ربي. هذا هو المتمنى. والقدس عاصمة فلسطين، هذا بطبيعة الحال هذا هو الشعار ديالنا الوحيد، هو أن القدس دائما غادي تبقى فلسطينية. طيبي ختام، ختم. إوا أش غادي نقول لكم، يعني الإنسان الله تبارك وتعالى كيدير عليه فيها الخير، ونطلبوا الله تبارك وتعالى يشوف حال هذه البلاد هذه. طيب تبارك الله عليك على ما كنشوفوا، وكتعيش اجيال، وعزيز عليك الشباب، عزيز عليك الدراري الصغار، الاغلبيه كنلقاوكم مع الدراري الطفوله زعما. ولكن حنا بغينا داك الشيء اللي دوزنا حنايا كون عار رجعوا عيش حاجه قليله من السبعينات والستينات، غادي يكون احسن، لان كانت واحد المحبه، واحد الاخوه، واحد العطف، واحد الحنان، كي كانت الجوره، كي كان الناس كي في الاعياد ولا في جميع المسائل كتلقى ديما كيدق الجار على الجار، زياره المريض، وزياره المريض، وزياره ديال المحبه ديال المحبه ديال الاخوان وديال الاخوه. وكان يعني تمن الشباب الصغير، الدراري الصغار تبارك الله، كانوا يعني كيمشيو يقراو في المدرسه، كيجيو كيلقاو والديهم ما كاينينش، كيدخلوا عند الجوره ويتهلاو فيهم. عرفتي كيبان لي بحال مفقوس، بحال جاتك البكيه، انك ما بقاش الوقت بحال ولا شنو؟ لا ما بقاش بكري، هو ماشي هو دابا. انا كنشوفوا شي حوايج والله العظيم الا اش غادي نقول لك، يعني كنتاسفوا لهاد الاجيال، ربما كيفاش غادي يكونوا في هذا المستقبل. هذا هو اللي كنتسقف. وهاد المغنيين اللي ولاو دابا جداد اللي فيه. لا المغنيين يعني كاين دابا حتى من اللي دعات داروا لهم الخاطر، ولا غير جايب يعني حتى لا مقالات الحين لا كلمات. الفن هو رساله. وخاص الانسان يعني كاين اللي عنده المليح وكاين اللي عنده القبيح.
يعني ما فهمتش انا يعني شكون اللي كيعجبك في المغنيين دابا الشباب اللي طالعين؟ غاني غاني قباج غاني وموس ماهر شكون اللي كيعجبك؟ دوزي والميلودي الميلودي كان صديق كان صديق الطفولة ايامات شكون الميلودي عادل الميلودي عادل الميلودي كان صديق الطفولة وكان كيجي عندي انا كديك الساعة كان كيجي عندي ديك الساعة كان يلاه في البداية ديالو ديال 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 عادل 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 الميلودي واش عادل الميلودي ولد الحي محمدي ولد الحي المحمدي ولد ديور لامان وكان كيجي عندي هو واحد صديق كيقول لي اسمه محمد ديبا الله يرحمه مسكين كانوا كيجوا عندي وكان يعني واحد المحبه واحد هذا ولكن دابا فرقتنا الظروف هو كاين راه كاين في قنيطره زعما كيقولوا في قنيطره وحنا محتاجين نشوفوه وكنبغينا عزيز عليا نشوف الناس القدام ونشوفوا الناس القدام بصراحه هذا واش ودابا تبارك الله عليك وطيبي طيبي كلمه الكلمة ال 2017 غادي تنتهي وغادي تجي 2018 نقول جيب هاد السنة الجديدة 2018 على جميع المسلمين وتكون واحد الأخوة بيناتهم ويكون واحد الاتحاد ويكون واحد المحبة والإخلاص لأن الدنيا ما فيها والو الدنيا فانية كل من على التراب غادي تراب ولكن الإنسان خاصو دائما يفكر في المستقبل ويكون يحب لأخيك كما تحب لمسك هذه محبة خاص الانسان دائما اخو المسلم اخو هذا خصو دائما يشوفه بعين رحمه ونطلب الله الهدايه للجميع امين يا ربي وسنه سعيده بسم الله تمنيت ان شاء الله يا رب سنة